بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان هذا اللقاء في هذا المساء المبارك هو المحصنات. العفة أمرها عظيم وشأنها جليل، إن تحلى بها الرجل أو إن تحلت بها المرأة. وقد وردت هذه العفة في كتاب الله عز وجل في مواطن عديدة باسم الإحصان. فالإحصان كلمة وردت في القرآن كثيرة، لكنها تحمل في كل مفردة لها في كل موضع أو في غالب مواضعها معنى ربما اختلف عن الآخر. قال العلماء: الإحصان ورد في كلام الله بمعنى الحرائر وبمعنى العفيفات وبمعنى التزويج. ولما كانت هذه المفردة بهذه المعاني في كلام الله عز وجل وكثيرا ما يسأل عنها المؤمنون، ارتأينا في هذا البرنامج المبارك أن نعرج عليها ونجعلها عنوانا للقائنا، ثم نفي بما أفاء الله جل وعلا علينا في أن نفصل ونفسر بعض الآيات التي ورد فيها ذكر المحصنات، حتى يستبين للمؤمن كيف يطيع الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. الحياء شعبة عظيمة من شعب الإيمان، ومن أعظم الباقيات الصالحات أن يكون المؤمن على حياء من ربه وإقبال عليه وأدب معه وشوق إليه. وهذا كله يتأتى إذا فقه الإنسان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يتأتى إذا تدبر الإنسان معاني القرآن. على هذا أيها المبارك، نبدأ باللغويات ثم نفي إلى الآيات عبر جزئين متتابعين، ونجعل الجزء الثالث كما تعودنا دائما نجعله للإجابة على أسئلتكم. فنقول في الجزء الأول من هذه الحلقة التي عنوانها المحصنات: إن الحصن بمعنى العفة. وإذا قيل إن هناك حصن حصين، فشيء لا يستطيع أحد أن يتوصل إلى ما في جوفه. والعرب تسمي الفرس الذكر من الخيل حصانا، لأنه يحمي صاحبه فلا يتوصل أحد إليه. وكذلك يقال عن المرأة العفيفة أنها حصان. قال حسان رضي الله عنه وأرضاه: حصان رزان ما تزن بريبة، في مدح أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها وأرضاها. وحسان كما تعلم أحد شعراء الإسلام العظام، شاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام. بقدر الله عاش هذا الصحابي 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام، وعمر حتى أدرك مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقال يومئذ: لتسمع وشيكا في دياركم، الله أكبر يا ثارات عثمان، إني لمنهم وإن عاشوا، إني لمنهم وإن عاشوا وإن ماتوا، ما دمت حيا وما سميت حسانا، في أبيات شهيرة. الذي يعنينا هنا قوله حصان الرزان، أي بمعنى عفيفة طاهرة. ولا شك أن أولى الناس بهذا الوصف أمهات المؤمنين، والصديقة بنت الصديق أولى أمهات المؤمنين بهذا، ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام جليل ومنزلة عالية، فهن أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدنيا وأزواجه في الآخرة رضوان الله تعالى عليهن أجمعين بلا استثناء. نعود لمعنى الحصن. يقال رجل محصن بالكسر، ولا يقال أبدا رجل محصن، ولكن المرأة يقال عنها امرأة محصنة بالفتح وامرأة محصنة. فإن قلنا امرأة محصنة باعتبار أنها تزينت بالتقوى واكتست بالحياء وتجملت بالعفة، فمنعت غيرها أن يصل إليها، فأحصنت نفسها بنفسها، أي برداء العفة والحياء والتقوى. وأما إذا قلنا محصنة بالفتح فالمراد أن إذا قلنا بالكسر ما أسلفنا، وإذا قلنا بالفتح محصنة فقد أحصنها زوجها، فنقول محصنة لمن كانت ذات زوج، ونقول محصنة عفيفة لمن كانت غير ذات زوج كما بينا، لأن أحصنت نفسها بأنها لبست ثوب الحياء والعفة والطهارة وجماع ذلك كله تقوى ربها جل وعلا. هذا في التحرير اللغوي. وبينا أن القرآن جاء فيه لفظ الإحصان على مراتب ومعان عدة، هي المقصودة في لقاء هذه الليلة نفي إلى بعض الآيات القرآنية ونتدارسها ونقتبس من سناها وننهل من معينها. قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم اللاتي أرضعنكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذه آية التحريم، وقد تضمنت التحريم على التأبيد والتحريم على التوقيت، التحريم إلى الأبد والتحريم إلى الأمد، التحريم بأنواعه الثلاثة، التحريم بسبب النسب، والتحريم بسبب الرضاعة، والتحريم بسبب المصاهرة. وورد في الآية التي بعدها وهي تبع لها والمعطوف، وقوله جل وعلا والمحصنات من النساء معطوف على كلمة أمهاتكم، أي كما حرمنا الأمهات حرمنا المحصنات من النساء، وإذن الحكم فيهن واحد ولنتدارسهن جميعا. قال ربنا حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم، وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، هذا تحريم بالنسب، هذا تحريم بالنسب، وهو تحريم إلى الأبد، وهو تحريم إلى الأبد. ثم جاء التحريم بسبب الرضاع، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فحرم الله جل وعلا بسبب الرضاعة ما ذكر الله جل وعلا في كتابه، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ثم قال جل ذكره وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ثم قال بسبب المصاهرة وأمهات نسائكم، وقال جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم قيد أغلبي لا مفهوم له، بدليل أنه لم يستثنى بعد. أما قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذه من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قيد له مفهوم، أما الأولى قيد ليس له مفهوم بدليل ما بعدها، فإنه أعرض عن الأولى وذكر الثانية، قال فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن، ولم يقل فإن لم يكونوا في حجوركم، فدل على أنه قيد جرى مجرى الغالب، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ثم قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل الأبناء أي أزواج، المقصود زوجات الأبناء، فأزواج في اللغة تطلق على الزوجات، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهذا فيه انتفاء لما كانت العرب تفعله في جاهليتها، أنهم كانوا يجعلون من ينسبونه إلى الأب ما يسمى بالدعي، يجعلونه في مقام الابن الذي من الصلب، وهذا نهى عنه الإسلام. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ثم ذكر المحرمات إلى أمد، قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما كان وقد مضى، فيجب على وجب على من كان يوم ذاك قد جمع بين الأختين في زمن النبوة، فلما نزلت الآية وجب عليه أن يختار إحداهما، فقال جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين، وهذا دليل على التحريم إلى أمد، لأنه قال وأن تجمعوا، فالمقصود المحرم ليس عين الأختين، إنما المقصود الجمع بينهما، فإذا تزوج امرأة فله أن يتزوج أختها إذا طلقها أو ماتت عنه، لكن ليس له أن يجمع بينهما في عصمة واحدة في آن واحد. فقال جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. إلى الآن لم نأتي للشاهد، ثم جاء الشاهد، قال الله عز وجل بعدها والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال بعض العلماء والمحصنات من النساء أي العفيفات، وأنه قيد جرى مجرى الغالب، وهذا بعيد وإن قال به أجلاء، لكن جمهور أهل العلم وعليه كثير من أهل التحقيق أن المقصود بالمحصنات هنا الحرائر، المقصود به هنا المتزوجات، المقصود به هنا الحرائر المتزوجات. لماذا قلنا المتزوجات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم؟ المقصود هنا كما بينت المتزوجات. ما الدليل؟ الأصل أنه لا يعقل أصلاً أن الإنسان يأتي لامرأة متزوجة فيتزوجها، لكننا إذا تذكرنا سببين، سبب نزول الآية وتذكرنا ما كانت عليه العرب في جاهليتها، وإن كان هذا قليلا في مكة، كان هناك نوع من النكاح يسمى الضماد، فكانت المرأة تتزوج حتى إلى العشرة، فإذا حملت دعت الرجال وقالت قد علمتم ما كان من أمركم وإنني قد حملت وولدت، ثم تسمي من تشاء منهن وتلحق به الولد، لكن هذا لا يمكن جعله لوحده
سببا كافيا في قولنا أن المحصنات هن المتزوجات. لكن الذي دفعنا إلى هذا دفع العلماء من قبل إلى أن يقولوا هذا، أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله له بالجهاد بعد هجرته إلى مدينة رسوله إلى مدينته صلى الله عليه وسلم، فكان له مع العربي قتال، أذن الله له بالقتال، أذن الله له بالجهاد. كان من مستلزمات الجهاد إذا كان النصر للمؤمنين أن يكون هناك سبي، والسبي هذا يطلق على من؟ يطلق على النساء والولدان. هذا السبي الغالب أن من تسبى من النساء تكون متزوجة. السبي أيها المبارك يهدم النكاح، بمعنى أن المرأة إذا كانت تحت بعل تحت زوج ثم أسرت لدى المسلمين فإن الإسلام يهدم بهذا السبي ذلكم النكاح، فيصبح ليس لزوجها سبيل إليها. فجويرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين كانت متزوجة من بعل من زوج لها يقال له مسافع، فلما أسرت لأن غزوة بني المصطلق انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت سبية رضوان الله تعالى عليها، انفك وانفصم زواجها من مسافع، ولم يبقى لمسافع بحكم الشرع ارتباط بها أو تسلط عليها أو عصمة لها، فتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما هو معلوم، وقد بيّن هذا كثير من علماء السير. المراد الإسلام يهدم ما قبله. الله جل وعلا يقول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. إذن المرأة المتزوجة لا سبيل للمؤمن أن يتزوجها إلا في حالة واحدة، حال ماذا؟ حال الاستثناء، إلا ما ملكت أيمانكم. ملكت أيمانكم بأي سبب؟ سبب السبي، إلا بسبب السبي. يصبح المعنى أن الله جل وعلا حرم على المؤمنين ذوات الأزواج ثم استثنى، قال إلا ما ملكت أيمانكم، أي من كانت عن طريق السبي، وإن كانت متزوجة فإنه لك أن تتزوجها أيها المسلم المجاهد ما دامت قد سبيت، لأن السبي يهدم النكاح الذي قبل، لأن السبي يهدم النكاح الذي قبل. لكن لو كانت هذه متزوجة ولم تكن سبيا إذن لا استثناء، دخلت والمحصنات من النساء في ماذا؟ دخلت في المحرمات، يصبح حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم المحصنات أي المتزوجات من النساء، إلا منها إلا هنا استثنائية، لكن لا تستثني الجميع من الأمهات إلى المحصنات، لا، هذه إلا ما ملكت أيمانكم عائدة فقط إلى قول الله عز وجل قبلها والمحصنات من النساء. يصبح المعنى والمتزوجات من النساء لا سبيل لكم عليهن إلا في حالة واحدة، أن تكون سبيا فتصبح ملك يمين، فبملك اليمين لك أن تتزوجها، لأن النكاح لأن الجهاد السبي يهدم ذلكم النكاح السابق. أرجو أن يكون هذا ظاهر المعنى. تأتي على هذا تتفرع على هذا أيها المبارك مسائل، متى يطأها؟ ينظر هل كانت ذات حمل أو غير ذات حمل، فإن كانت ذات حمل فلا يطأها حتى تضع حملها وتطهر من نفاسها. الحالة الثانية أن تكون السبي غير ذات حمل فيطأها بعد أن تستبرئ بحيضة ثم يطأها، ولا يحل له أن يأتيها وإن سباها إلا بعد أن تستبرئ من حيضها من حالها الأول من ارتباطها بزوجها الأول بحيضة. تبقى مسألة لو أنه قدر أنه سبيت امرأة مع زوجها، هل نقول كما قلنا في القاعدة الأولى يهدم هذا النكاح؟ ذهب بعض أهل العلم وقاله أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه أن عقد الزوجية هنا باق، فتصبح المرأة إذا أسرت هي وزوجها عقدهما باق على حاله، وهذا أليق بنصوص الشرع والعلم عند الله، وهذا ترغيب لهما في الإسلام. أما إن أسرت المرأة لوحدها ولم يؤسر زوجها ولم يبق في السبي فإنها ذلكم النكاح الذي بينهما يهدمه الإسلام، وقد كان هذا حتى في سنن الجاهلية، وكانت العرب تخاف من الغزو لذلكم السبب. ولهذا قال العلماء إن هذا الضابط الشرعي الذي أقره الإسلام وعمل به أن السبي يهدم النكاح السابق هو الذي جعل قبائل العرب تحجم
على أن تغزو النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة وتأتيه بالمدينة. ولو قدر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سبى أقر الأزواج الأولين وأعاد النساء إلى أزواجهم لتكالبت العرب على المدينة، ولاجتمعت العرب وضربت بيت النبوة عن قوس واحدة. لكن الله جل وعلا يدفع بالأسباب، وهو الملك الغلاب، والأمر أمره، والملك ملكه، والخلق خلقه. ولو قدر أنه في هذا الزمان إذا لو حصل شيء من هذا، هذا كله يجعل تلك الأمم تقلص تحجم على أن تغزو المسلمين في ديارهم لو علموا أن ذلك يحصل من أهل الإسلام. هذا تحرير الخطاب، تحرير البيان في قول الله جل وعلا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، أي قضى الله عليكم بذلك في كتابه، فالزموا حدوده وقفوا عند شرعه وأتمروا بأمره واجتنبوا نهيه. في اللقاء الثاني، في الجزء الثاني من هذا اللقاء الذي عنوانه اليوم في هذا المساء المبارك المحصنات، نأتي على آيات أخرى ذكر فيها لفظ الإحصان، فنفصل فيها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإليه نصل بإذن الله جل وعلا. الحمد لله. وبعد، ذكرنا في الجزء الأول من هذا اللقاء تفسير قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وبينا أن المراد هنا بالمحصنات هن المتزوجات، وهن العفيفات أيضا تأتي بنفس المعنى. لكن قال الله عز وجل بعد ذلك: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات من المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا يدل على أن المحصنات هنا بمعنى الحرائر. لماذا قلنا الحرائر؟ لأن الله عز وجل أحال بعد ذلك عند حال العجز، قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فدل على أن المراد بالمحصنات في أول سياق الآية المراد بهن الحرائر. والمعنى أن الرجل إذا شعر بالرغبة في الزوجة ولم يقدر على أن يصبر، لكنه لم يكن يملك القدرة ولا الطول ولا المال على أن يدفع مهرا. ونتكلم عن العجز المالي لا عن العجز البدني، لأنه لو كان المراد بالعجز العجز البدني لما قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، لأن هذا لا يختلف عن الأول. فمن قدر على الحرائر يقدر على الإيماء، ومن قدر على الإيماء يقدر على الحرائر، لكن مهر الإيماء لا يكون كمهر الحرائر. فلهذا قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات من المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والمراد بالمحصنات هنا قلنا الحرائر، بدليل قول الله جل وعلا: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقوله جل وعلا: من فتياتكم، جمع فتاة، وهذا يعني يجعل حال المؤمن في نظره لأخوانه وأخواته من ملك اليمين لا يكون نظر ازدراء. فانظر، سماهن الله جل وعلا فتيات، وهذا خطاب بالغ في الرفعة، بالغ في الأدب، بالغ في التهذيب. المراد منه تأديب المجتمع المسلم الذي كان في أصله على إرث جاهلي معروف، يحتقرون الأرقاء والمماليك ويسومونهم سوء العذاب. فلما كان الإسلام دين رفعة ودين تسامح ودين عدل ودين إنصاف، جاء حتى في ألفاظه بالسياقات التي يحظى بها الجنس البشري، ذكراه وأنثاه، البعيد والقريب، العدو والصديق، في الأشياء التي لا اختلاف بين الناس فيها في طريقة التعامل، والتي هي أصلا من شرع الله جل وعلا، والتي كان الأنبياء عليهم السلام يبثونها في الناس: وقولوا للناس حسنا. والمراد كما بينا أن الإنسان إذا عجز عن نكاح الحرائر فلا حرج عليه أن ينكح الإماء من الفتيات المؤمنات، كما أخبر ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال الله عز وجل في سورة النور: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. هذه الآية الكريمة قال بعض العلماء إنها خاصة بمن وقع في عرض أم المؤمنين عائشة، وقالوا إن الدليل على ذلك أن الله جل وعلا لم يذكر بعدها توبة. وجمهور أهل العلم على أن هذا عام في كل رجل وكل امرأة. وأنت الآن يعني لاحظ الآية، الله يقول: إن الذين يرمون، هذه واو الجماعة، ويتعود إلى على الذكور في المقام الأول، لكن ليس المقصود أن القاذف لابد أن يكون رجلا،
حتى لو كان القاذف امرأة ولم يثبت دعوى يقام عليه الحد، يقام عليه الحد رجلا كان أو امرأة، وإن عبر بالذكور. إن الذين يرمون المحصنات، ليس المقصود المحصنات فقط، حتى المحصنين من الرجال، لو أن أحدا قذف رجلا أو قذف امرأة يقام عليه الحد. فالله جل وعلا جعل في السياق القرآني جعل يرمون عائدة على الذكور، وجعل المتلقي للقذف الذي يرمى جعله عائدا على الإناث، لخبر أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها، لأنه كان ذلك ألصق بالخطاب وأقرب إلى القصة نفسها، لأن هذه الآيات جاءت في سياق حديث الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. فلهذا جاء لفظ المحصنات بالتأنيث، لكنه لا يقصد به التأنيث فقط، إنما حتى الذكور يدخلون في هذا. ولما ذكر من يرمون الناس بالباطل والقذف جعله بوصف الذكور وليس حصرا عليهم، حتى الإناث يدخلون عليه. وقد أجمع العلماء على هذا قياسا واستدلالا. إن الذين يرمون المحصنات. هنا نعود ونضرب الذكر صفحا عن كلمة الإحصان وما قلنا فيها، نعود إلى الخوض في أعراض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام. وقال لمعاذ: أمسك عليك هذا. ومن جميل ما قاله بعض السلف: من أطلق لسانه في أعراض المسلمين أمسك الله لسانه عند الموت عن الشهادتين. من أطلق لسانه في أعراض المسلمين أمسك الله لسانه عند الموت عن الشهادتين. فحري بكل من يسمع هذا القول ويعلم عظيم حرمة أعراض المؤمنين رجالا ونساء، كبارا وصغارا، ذكرانا وإناثا، أن يتقي الله جل وعلا في أعراض المؤمنين وأعراض المؤمنات، فلا يقول فيها إلا ما يرضي ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه، ويتبع عورات الناس، والفرح بذلك وإذاعته في الناس ليس من صفات المروءة في شيء. ولا تجسسوا، ربنا يقول، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يتبعن أحدكم عورة أخيه، فإن من يسعى إلى هذا يفضحه الله جل وعلا في بيته. والمؤمن الذي يعرف ما عند الله من العقوبة، ويعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على ناقته القصواء في يوم عرفة وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، من وعى هذه الأحاديث النبوية وقبل ذلك الآيات القرآنية في حرمة أعراض المسلمين أمسك لسانه على أن يخوض فيها ويجتنب أن يخوض فيها. ولا ريب أن الناس إذا قدر لهم أن يجلسوا مجلسا فحب شهوة الكلم والتصدر في المجالس وأن يرقب الناس سماع قولك هذا مطبوع عليه كل نفس، لكن لا لجام مثل لجام التقوى، لكن لا لجام مثل لجام التقوى. والله إن من يعطيك سمعه ليسمع قولك ويصدرك في المجلس ويعتني بقولك ويحف بكلامك رجاء أن تخرج ما في قلبك وتعلن له ما في صدرك وتخوض في أعراض المؤمنين غدوا ورواحا ولا ترقب فيها إلا ولا ذمة، هو نفسه ذلك الذي احتفى بك وجعلك في ذلك الموقف إذا خرج من المجلس ذمك واستهان بك ونقص قدره في عينيك، هذا فضلا عما خطه الملكان، هذا فضلا عما يرفع للرحيم الرحمن، هذا فضلا عما تلاقي به الله تبارك اسمه وجل ثناؤه يوم القيامة. أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا دينار لديه ولا درهم. قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ثم يأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وشتم هذا فيؤخذ من حسناته فيعطى هذا ويعطى هذا حتى لم يبقى في يده شيء. يوم القيامة لا دينار ولا درهم، لكنها الحسنات والسيئات. وليس من العقل في شيء من يأتي إلى أعراض المؤمنين فيخوض فيها. أول ما يخاف وأول ما يرقبه أن يخوض الناس في عرضه. الشافعي يقول: وعينك إن أبدت إليك معايبا من الناس فقل يا عين للناس يعين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. وغاية الأمر أيها المبارك أن تعلم أن الله جل وعلا جبل عباده على النقص وجعل فيهم من الخطايا ما جعل، فواجبهم على أنفسهم
أن لا يحدثوا أحدا بخطاياهم، فليس لهم إلا ربهم يغفر الذنوب ويستر العيوب. فإذا فاءوا إلى ربهم في الليل تذكروا ما كان منهم في النهار. والله يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكلنا ذلك الرجل، وفي زماننا هذا نكاد نقول بلا استثناء. لكن أن يأتي الإنسان بالمعصية فيحدث بها غيره، وقد يأتيك الشيطان في أول الأمر فتحدث بها غيرك كأنك تشتكي إليه، ثم لا يلبث أن تهون المعصية في نفسك لأنك حدثت بها، فتأتي في مجلس أوسع دارا وأكثر رجالا فتحدث بها كأنك تريد أن تذم نفسك وتظهر تواضعك، وهذه دلالة حمق وعجز وليست دلالة بصيرة ولا هدى. فينقص قدرك عند الناس لأنهم قد اطلعوا على ما لم يكن يعرفونه عنك، وأنت قد تسول لك المعاصي بعد ذلك أكثر فأكثر، إذ الذين كنت تخشاهم حياء ورقبة علمت أنهم يعلمون عنك هذا وأكثر فلم تعد تبالي بهم، فيقل حياؤك من الناس حتى يصل بك الشيطان إلى أن يقل حياؤك إلى أن يقل حياؤك من الله. وهذا من استدراج الشيطان لبني آدم. إن وقعت المعصية فاعلم أن كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، فليس إلا لك إلا الله، ليس لك إلا ركعات في الأسحار في ظلمة الليل تستغفر الله تؤوب إليه تسأله جل وعلا أن يغفر الذنب ويستر العيب وأن يرحمك وأن يتقبل إقبالك إليه. أما غيرك من خواص أصحابك من أهلك من ذويك فلا حاجة أبدا إلى أن تكلمهم على عن خطاياك ولا أن تخبرهم بذنوبك، فهم واقعون في مثل ما أنت واقع عليه. كل بني آدم خطأ، لكن المقصود أن الإنسان يحفظ مروءته، يحفظ ستره، يحفظ ستر الله جل وعلا عليه. وربما قد يأتي من الناس من هو على الضد من هذا، هو أصلا وهو قادم إلى المعصية لا يبالي، لم يرزق الحياء من الناس أصلا، فإذا عاد وحدث وثق معاصيه ثم أخذ ينشرها ميمنة وميسرة شمالا وجنوبا شرقا وغربا، وكأنه لم يأتي من الباطل شيء، ويحدث عياذا بالله بما يستحي أن يسمعه الإنسان في خلوته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يبيت أحدهم يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عنه. إن ستر الله جل وعلا على عباده من أعظم عطاياه. ولما قرأ بعض السلف قول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال: إن سألني ربي ما غرني به أقول سترك المرخاة. ولا ريب أننا جميعا تحت ستر الله. يقول بعض الصالحين وأظنه معروف الكرخي: لم يبقى إلا عفوه وستره. لما سأله في الدنيا حالك فيها غدوك رواحك ماذا تنشد ماذا تريد، قال: لم يبقى إلا عفوه وستره. فمن رحمة الله جل وعلا بنا أن يديم الله علينا عفوه وأن يديم علينا ستره. نحن وإن تكلمنا عن الإحسان وفصلنا فيه لغويا وذكرنا معانيه في القرآن واختلاف العلماء رحمهم الله فيه، لكن هذه المعاني اللغوية لا تصنع شيئا إن لم يكن هناك قلب واع يقبل عن الله عز وجل كلامه، يعرف العفة. فإن غلبته نفسه ذهب إلى طرائق الحلال، ذهب إلى طرائق المباحات فالتمسها حتى يحصنه الله عز وجل به ويحفظ عليه دينه ومروءته وكماله. والمراد أيها المباركون أمور شتى، من أعظمها أن الإنسان يسعى إلى أن يحفظ لسانه من أن يخوض في أعراض المؤمنين حتى يحفظ الله جل وعلا عليه عرضه. وكلما أمسك الإنسان لسانه عن الناس وإن اطلع لأمر أو لآخر على شيء من عورات أخيه فليسترها، وليعلم أن هذا أخ ضعيف وعبد، جارة لك، جار لك، صديق لابنك، أخ لأحد أقاربك، عائلة مستورة، بيت يطرقه الناس، ليس من الحكمة ولا من الدين ولا من المروءة ولا من حفظ عورات المسلمين أم تمضي وتحدث عنها وتخبر من لاقيت بما رأيت. لا تقولن أفعل ذلك حسبة، ولا يأتينك الشيطان فأقول أفعل ذلك لأنني أنكر منكرا. كلما أبقيت الستر على المؤمنين كان أكمل، والله إن ذلك أقرب لك عند ربك وأجمل لطهارة قلبك وأستر لعيبك وأعظم ذخرا لك عند الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. ودع بعض الأشياء يقوم بعضها ببعض، و
يكتب الله جل وعلا كيف يذهب أثرها السيء وكيف يجعل الله منها أمرا حسنا. سمعت أحد الأخيار يقول يحدث عن أحد الأمراء عندنا وقد مات يترحم عليه كثيرا، فسألته ما بالك تترحم عليه كثيرا؟ قال قد رفعت له قضية في بيت مستور فطواها ولم يشأ أن يحيلها للقضاء ولم يشأ أن يحيلها إلى دهاليز الشرطة، وإنما وضعها في درج مكتبه وأمر بإخراج من وقع في تلك العائلة في ذلك الأمر. ثم يقول مضت سنون، فمن الله عز وجل وقد ستر الله عليهم الستر على تلك العائلة بالهداية، وأصبحوا أخيارا أبرارا ينظر الناس إليهم بإكبار ولا يعلم شيئا عن ماضيهم. فتذكرت أن الصنيع يقول إنما كتبه الله عز وجل لذلكم الأمير الموفق رحمه الله الذي طوى تلك الأمور ولم يشأ أن ينشرها ولم يجعلها تلاك على ألسن الناس. وهكذا ينبغي لمن ولي أمر الناس، وكل من تصدر للحسبة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليتذكر أنه له أخ وأن له أخوات وأن له أما وأن له آباء وأن له جارا وأن له جارات وأن له أرحاما وأصهارا، كلهم عرضة لأن يقع فيما وقع فيه ذلك الذي أنت فرح إذا قبضت عليه أو تجسست عليه أو رصدته حتى أوقعته. كذلك أنت لك قرابة، لك صداقة، لك إخوة، لك أرحام، لك نساء، قد يغوي الشيطان واحدا أو إحداهن فيقع في مثل ما وقع فيه أخاك أو أختك، وقع فيه أخوك أو أختك. فما الممر يومئذ وما الصنيع؟ ولا أقصد بذلك من عرف بفجوره واشتهر وصنع ذلك أياما وأياما وأياما حتى أصبح بيته معلنا، هذا حاله آخر، هناك طرائق نظامية للوصول إليه، لكن المراد غير ذلك ممن يصنع ذلك لأول مرة أو حتى لمرة أخرى. الستر الستر على من تراه من المؤمنين والمؤمنات، ما أمكن إلى ذلك سبيلا، ذلك أتقى لربك وأطهر لنفسك وأكمل سعادة لروحك. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده في الجزء الثاني من لقائنا اليوم في هذا المساء المبارك، وكان عنوانه المحصنات. في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى نفيه إلى الإجابة على أسئلتكم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وإلى الجزء الثالث من لقائنا المبارك هذا. الحمد لله وحياكم الله إلى الجزء الثالث من لقاء الليلة، وقد كان عنوان حلقة هذا المساء المبارك المحصنات. فصلنا فيها القول حول قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وقول الله جل وعلا من لم يستطع منكم طولا أن ينكح، وقول ربنا تبارك وتعالى إن الذين يرمون المحصنات. والآن نفي إلى الأسئلة كما جرت العادة به. السؤال الأخت فرح من السعودية تقول ما علاج الوسواس القهري؟ هذا عند الأطباء أكثر جوابا من غيرهم. الوسواس القهري مرض معترف به، له أسباب وله إن شاء الله تعالى طرائق علاج، فاستعيني بالله عز وجل، وليس هذا من العجز في شيء، إنما من التوكل المحمود، الأخذ بالأسباب. توكلي على الله عز وجل واذهبي إلى أقرب طبيب أو طبيبة تثقين في دينه وعلمه وتقواه وورعه وقدرته الطبية، واشرحي له ما رأيت. هذا إذا كنت أنت يا أخت فرح، وأسأل الله لا تكوني كذلك، لكن إذا كنت تتكلمين عن غيرك فإن هذا هو الطريق الأمثل. تقول إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، هل صحيح أن الاضطراب يوم القيامة يبدأ بالعالم العلوي ثم العالم السفلي تبعا لذلك؟ أرجو توضيح هذه النقطة، لزيتم الجنة. الاضطراب يكون إذا دنت القيامة، وأول ما يكون في العالم السفلي قبل العالم العلوي. ومن دلائل اضطراب العالم السفلي أن كثيرا من السنن المألوفة تتبدل تتغير إذانا بزوال العالم. فمثلا قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، ومعلوم أن السباع اليوم لا تكلم الإنس، لكن هذا يحدث عند قرب يوم القيامة، تبدأ السنن تختلف تتغير. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان لو أن أحدا وضع بذرة في صخرة صماء لنبتت، ومعلوم أن هذا لا يقع في زماننا هذا، لأن الأصل أن الأرض إما أن تكون سبخة غير قابلة للزرع أو أن تكون أرضا قابلة للزرع، لكن أن يأتي إنسان إلى صخرة صماء
من حجارة صلدة ثم يضع فيها البذرة فتنبت، هذا دلالة على أن السنن تغيرت وعلى أن اضطرابا دب إلى العالم السفلي. تخرج الأرض بركتها ثم يبدأ الاضطراب في العالم السفلي كما حررت، ثم بعد ذلك يبدأ الاضطراب في العالم العلوي. وبعض العلماء يقول إن هناك نفخة فزع قبل نفخة الصعق الأولى والثانية، واحتج بقول الله تعالى فزع من في السماوات والأرض، وقول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء والعلم أيتها الأخت الكريمة عند الله. لكن قول الله إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت وإذا الشمس كورت، كل ذلك من دلائل تبدل العالم العلوي بعد ذلك، نسأل الله لنا ولكم العافية. الأخ صبحي عرف من جدة يقول سؤالي عن حقيقة الدعاء الذي يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى ربنا راغبون، لأن هناك من يقول بأنه دعاء المنافقين. من قال إن هذا دعاء المنافقين فقد أبعد النجعة وأخطأ الطريق ولم يوفق في القول ولا في الجواب، لأن الإنسان إذا تبين له القرآن وكان على قدرة في أن يفهم كلام الله عز وجل قال من المحال أن يسمي هذا الدعاء دعاء المنافقين. الله تبارك وتعالى لما ذكر حديث الإفك مثلا قال ذكر أن خوض بعض الناس في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، ثم قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هل يقول أحد أن هذا الدعاء وهذا الظن هذا التوجيه القرآني إنما هو دعاء من وقع في عرض عائشة؟ هذا محال، إنما الله جل وعلا أرشدهم إلى ما هو خير لهم. كذلك في خبر الله جل وعلا عن أولئك المنافقين، كان أولئك المنافقين حالهم إذا وجدوا حظا من الصدقة رضوا، وإن لم يجدوا حظا لم يجدوا نصيبا سخطوا. فالله جل وعلا علم وأرشد إلى الطريق الأمثل والنحو الأكمل، قال ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، فالله جل وعلا يعلمهم ماذا يقولون، حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون. قلنا ونحن نشرح هذه الآية قبل سنين 6 أو 8 سنين في مسجدنا مسجد السلام قبل مسجد قباء في المدينة المنورة، وهذا أمر مبثوث بين الناس، قلنا إنه يستنبط من الآية يفقه من الآية الكريمة أن الإنسان إذا ضاق عليه الرزق واشتد عليه الكرب لو قدر أن يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون لكان ذلك أكمل وأقرب إلى أن يتحقق مراده ومقصوده. وما زلنا على هذا القول نؤمن به وندين الله عز وجل به وندعو الناس إليه على علم وهدى وبصيرة إن شاء الله تعالى. ونقول إن شاء الله تعالى تحقيقا لا تعليقا، لأن هذا أمر ظاهر بالنسبة لنا من دلائل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن، كذلك الله عز وجل يقول في كلامه العظيم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. فلو جاء إنسان يتأول الآية فيقول يا بر يا رحيم قيني عذاب السموم، هل نقول إن هذا قال قرآنا؟ هذا تأول القرآن. ففرق بين أن تقرأ الآية كاملة تتعبد الله بها، وفرق بين أن تأخذ من الآية دعاء شتان بين هذا وهذا. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في دعاء الاستفتاح أنه يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ولم يقل قل لأنه لم يقصد تلاوة قرآن، إنما قصد أن يتأول القرآن. فهذا من جنس هذا، فقهه من فقهه وجهله من جهله، وعفى الله عمن خاض في عرضنا من أجل هذا. هذا يقول الأخت نورة من السعودية تقول كيف هي حياتنا في القبر والجنة والنار؟ أهي نفس الروح التي بنا الآن؟ هل نلتقي بأحبتنا وأهلنا؟ وما هو حال أزواجنا؟ والأخت نورة نور الله عليها سؤال فيه نوع من الغرابة. نعم، الروح هي الروح والنفس هي النفس، وإنما للروح علاقة بالبدن تأتي بأطوار، فكانت هناك علاقة عدمية قبل أن ينفخ الملك أرواحنا في أجسادنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، ثم كان هناك اتصال بين الروح والجسد بعد أن نفخ الملك، ثم خرجنا إلى الدنيا، وهذا كلام عن كل أحد، فكان هناك اتصال كبير جدا ما بين الروح والجسد، لكن هذا الاتصال ليس مخلدا، ثم تقبض الأرواح وتبقى الأجساد، ثم تبلى الأجساد وتبقى الروح، ثم يكون هناك اتصال بين الروح والجسد الله أعلم بكيفيته، ثم يكون بعث ونشور فتتصل الروح بالجسد مرة أخرى، فإذا اتصلت الروح بالجسد مرة أخرى كان الاتصال الأبدي. فريق في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، وفريق في النار أعاذنا الله وإياكم من شررها.
تقول هل نلتقي بأحبتنا وأهلنا؟ أسأل الله أن يجعلك ممن يلتقي بأحبته وأهله وأزواجه وزوجاته في جنات النعيم. هذا في ظني هو الجواب. يقول الأخ عماد العوفي من السعودية: بالنسبة لاسم البرنامج الباقيات الصالحات، المأخوذ من آية المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، السؤال: لماذا رفعت كلمة المال ونصبت كلمة البنون؟ طبعا السؤال غريب، لأن كلمة البنون هنا لم تنصب. المال مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد والواو عاطفة، والبنون اسم معطوف على مفردة المال، مرفوع مثله لأن المعطوفات من التوابع تأخذ حكم من سبقها، فهو مرفوع مثله، وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. لا يقال عنه إنه جمع مذكر سالم، لكن يقال عن البنون، عن البنين، كلمة البنين وكلمة أراضين وأهلين. أنا طبعا جررتها لأني قلت قبلها عن، هذه كلها تلحق بجمع المذكر السالم. فكلمة المال وكلمة البنون كلاهما مرفوعان في هذه الآية الكريمة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سائل يقول: ولاء أنور السعودية. طبعا كلمة ولاء ما أدري يسمى بها الرجال والنساء، أيا كان، يقول: إذا تبت من فعل المعاصي إلا واحدة، كل ما تبت رجعت وأرجع وأتوب وأتحصر، لدرجة أنني حاسة، إذا قالت أني حاسة إذن هي امرأة، أن الله ما بيقبل، طبعا باللهجة أنا قرأتها لأن مكتوب هكذا، لا يقبل توبتي يوم أتذكر ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، والله إني أتعذب عذاب ما يعلمه إلا الله، مع أني أدعي في صلاتي أن يغنيني بالحلال. طبعا لما قالت أنني أدعو الله في صلاتي أن يغنيني بالحلال، دل هذا على ما تسأل عنه، يعني ظاهر ماذا تسأل عنه. وما تسألين عنه أيتها الأخت المباركة مختلف فيه بين العلماء، ذهب بعض أهل العلم إلى حله وقد قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال بعض أهل العلم بتحريمه، فما دام المسألة خلافية فلا ينبغي أن تحملي هذا الهم كله. استغفر الله جل وعلا، وأسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه، ولا تدخلين في قول الله جل وعلا قطعا، وأنا أجزم بهذا، في قول الله تبارك وتعالى هنا: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فأنت على خير عظيم وموئل كريم، وعبارات الحصرة في أسئلتك وفقك الله تدل إن شاء الله تعالى، وأنا أنظر إلى الظاهر والباطن إلى الله، إلى أنك امرأة تقية تخافين الله جل وعلا وتخشينه، وهذا من أمارات التقوى وعلامات الصلاح. أسأل الله أن يزيدك توفيقا وهداية، وأن يكفيك بحلاله عن حرامه، وأن يغنيك بفضله عن من سواه. يقول: يا شيخ، إحنا ندعي على أبوي ليل ونهار، وذكر اسمه ولا داعي أن أقول اسمه لأنه سأذكر السؤال وهو يعرف الإجابة وهو يعرف قصدي، وليلا ونهار لأنه ظالم وطاغي ولا يخاف الله، حارم أخواتي من الزواج ومتسلط علينا، أحس أنه بلاء وسلطة في الحياة، ما يخاف الله بنا، ما حكم الدعاء عليه؟ لا يجوز الدعاء عليه أبدا، لا يجوز الدعاء على الوالد ولو كان بهذا الحال، لكنني أسأل الله باسمه الأعظم ووجهه الكريم وسلطانه القديم، وأنه الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أن يهدي أباكم أو أن يكفيكم إياه بما شاء. طبعا أنا لست والدي، هو ليس والدي، فدعائي غير دعائكم، لكنه إذا كان متسلطا عليكم لدرجة أنه يمنع أخواتك من الزواج، هذا يجوز أن تذهبوا إلى المحكمة وتطالبون بأن يتولى على أخواتكم وال غيره، هذا حق. فرق بين أن تدعو عليه وبين أن تذهبوا إلى المحكمة وتخبروهم بالأمر، لعل القاضي يتفهم الموضوع. وفي بلادنا المملكة العربية السعودية، لأن السائل منها، تعلمون أن القضاء ولله الحمد قضاء شرعي مبارك، فتذهبون إلى القضاء تخبرون الشيخ ولو بصورة ودية، ثم تذهبون إليه بعد ذلك بصورة رسمية. بقي سؤال واحد في لقاء هذا اليوم، الأخ عزمي ولم يذكر الدولة، يقول: أنا أعطيت صديقي 5000 ريال دين، والآن جاء وقت زكاتي وهي 5000، أنا لم أطلب منه المبلغ، هل يسقط مني الزكاة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان صديقك هذا غير قادر على أن يوفيك الدين، يعني حان وقت سداده ولم يستطع لقلة ذات يده، فإنك لا تزكي، ومتى استلمت المال منه تزكي لسنة خلت. وأما إن كان صديقك قادرا
فأنت تذهب إليه وتطلب منه الدين، فإن أعطاك وقد مضى على الدين سنة زكيت السنة في كل 1025 ريالة، وإن لم يعطك ورفض فهو يأثم وعليك، إذا كان قادرا ورفض فهو يأثم وأنت عليك أن تزكي المال. هذا ما تيسر إراده من إجابة بعض أسئلتكم في لقائنا اليوم، وقد كان عنوانه المحصنات. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.